خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي الكابتن ناصر عباس. برحب بحضرتك كابتن ايمن وتحياتي لكل النجوم الموجودين كابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن العجيزي. بالتوفيق ان شاء الله. وشوف حضرتك عايز نبدا منين؟ احنا عندنا الاول موضوع تحكيم المباراه. تحكيم المباراه النهارده كان محمود عاشور حكم دولي وليه خبرات كبيره جدا جدا، وكان معاه مساعد الاول يوسف البساطي والمساعد الثاني كان احمد نوفل، وكان معاه الحكم الرابع كان طارق سامي. دولت الحكام كابتن ايمن في الملعب. عندنا في غرفه الفار كان الحكم الكبير جهاد جريشه، ويمكن انا بثني على نجد الحكام في هذا القرار ان هي حطت حكم كبير في الفار ليه من الخبرات يقدر ان هو يوجه الحكم. في ايجابيات للفار وفي سلبيات، وهنقول الكلام دوت فيه من خلال الحالات اللي جايه. كان مع جهاد جريشه طبعا الحكم ابراهيم محجوب، كان يعتبر AVR اللي هو الحكم مساعد الحكم الفيديو. نشوف البدايه، احنا قلنا كابتن ايمن ان الفار بيتدخل في الحالات الواضحه الظاهره الغائبه عن الحكم، زي هدف او مش هدف، زي ركله جزاء او مش ركله جزاء، زي بطاقه حمراء مباشره او الهويه المفقوده. نروح للحاله ديت مهمه جدا ونشوف هنا هل الكره تخطت خط المرمى ولا لا. امتى كابتن الحكم بيحسب الهدف؟ عندما تعبر الكره بكامل محيطها بين القائمين وتحت العارضه خط المرمى اللي احنا بنتكلم فيه. هنفتح زاويه، بس نفتح زاويه من الزاويه الاولانيه مخرجنا الكبير. تمام، ستوب. هنا كابتن ماشي، هنمشي شويه كده بس. هنا اللاعب هنا نجح في ان هو يلعب الكوره قبل ما تعدي الخط ده كابتن ايمن، وقلنا لو في جزء منها ما زال موجود يبقى الكوره ما زالت في اللعب، وبالتالي هنا بشيد بحكم المساعد رقم واحد، شيل ايضا بتقنيه الفار في ان الهدف ما كانش فيه هدف وكان القرار صحيح بالنسبه للفار. نشوف الحاله اللي بعد كده اللي جايه. ستوب. قلنا التحرك والتمركز. كابتن يوسف دايما عندك قراءه للعب كحكم. انا النهارده كحكم المفترض ان الكره جايه من الناحيه دي وهتعمل باص هنا. انا كحكم مفترض لابد ان انا اخد خطوه يرجع ورا يخرج من محيط اللعب، ما بقاش في مسار اللعب. فانا النهارده بتكلم عاشور، يبقى لازم يكون عندك قراءه انك انت تخرج، لان ايه ممكن هنا تيجي وتعطل اللعب، وبالتالي هنا التحرك كان يجب ان يكون افضل من اللي موجود. هنمشي شويه باللعبه. هنمشي. طب يلا هناخد الحالة الثانية. ناخد الحالة الثانية. اوكي. ستوب. هتجيب لبس حضرتك الكرة، لحظة لمس الكرة بالإيد من مدافع الإنتاج مخرجنا العظيم، ونشوف تمركز الحكم كابتن أيمن هنا، هل هو كان عنده القدرة إن هو يشوف الكرة ولا لا؟ من زاويه ثانيه ونشوف الكره ونشوف وضع الايد. خلينا نتكلم في القانون النهارده كله بيشتغل على وضع الايد يا كابتن. نمشي ماشي هنا. بس كابتن هنا تلاحظ الايد كانت مضمومه هنا في الجنب، وبعدين هنا الحركه، في حاجه اسمها حركه اضافيه كابتن علاء من الايد طلعت. هذه الحركة أنا بحسب اللعب عليها. قلنا لو إيدك في وضع طبيعي والكرة بتصطدم فيها يستمر اللعب، ولكن في هذه الحالة الإيد طلعت كبرت محيط الجسم وقفت في الكرة، وبالتالي هنا هروح لتمركز الحكم كابتن بيبو نشوف هو كان عنده قدرة يشوف ولا لأ، لأن هنا حالة من الحالات المهمة جدا. لو النهاردة نشوف عاشور وتمركزه، هل هو كان عنده القدرة إن هو يشوف الكرة ولا لأ؟ هنا عاشور طبعا. هنا بص حضرتك عاشور بيبص فين؟ بص يا كابتن هنا. طيب. هو بيبص، مفترض انا ابص هنا كابتن ايمن، وبالتالي انا كان يجب على عاشور في هذه الحاله ان هو يطلب صفارته بحساب ركله جزاء. هنا انا بحيي الفار بامانه، النهارده احنا دخلنا تقنيه الفار، حاله زي ديت كانت ممكن تعدي من الحكم لو ما فيش فار، وكان ممكن يبقى في ركله جزاء غير محسوبه. طبعا هنا جهاد جريشه
حكم كبير، وبالتالي هنا قال له في الكوميونيكيشن سيستم من فضلك تعالى شوف الحاله بنفسك عشان تاخد فيها القرار. وبالتالي القرار كان سهل جدا، ان احنا قلنا وضع الايد، انا بحسب اللعبه على وضع الايد، هل وضع الايد طبيعي ولا مش طبيعي. وبالتالي انا شايف ان هناك الجزاء كان في تعاون كبير جدا لكابتن ايمن، تعاون كبير جدا جدا ما بين الفار وما بين الحكم في هذه الحاله المهمه. سؤال بمناسبه الفار يا كابتن، اتفضل، هو هل الفار ممكن يساعد الحكم في انه يقول له ده ياخد انذار او ده ياخد طرد؟ سؤال جميل جدا يا كابتن. طبقا للبروتوكول الفار يتدخل في البطاقه الحمراء مباشره وليس الانذار الثاني يا كابتن محمد. يعني البطاقه الحمراء مباشره انا اتدخل في الفار، انما الانذار الثاني لا. في حاله هتيجي مهمه جدا جدا فندم، الانذار الثاني ده تقديري حاجه بالحكم، انما هو طبقا للبروتوكول احنا قلنا اربع حاجات، هدف ليس هدف، ركله جزاء او مشكله جزاء، بطاقه حمراء مباشره وليس الانذار الثاني، اخر حاجه الهويه المفقوده للاعب. نشوف التنفيذ هنا مهم جدا مخرجنا العظيم. بعد اذن حضرتك، في حالات، في حوالي اربع حالات بيستخدم فيهم الفار فقط. مظبوط، هدف او ليس هدف او منع هدف، ضرب الجزاء تقريبا، ركله جزاء او مشكله جزاء، وبطاقه حمراء مباشره وليس الانذار الثاني. مظبوط، يعني مش اي حالة. مش اي حاله بيستخدم. انا عاوز اقول حاجه مهمه كابتن ايمن، يعني عند البعض المفهوم لابد ان هو يتغير، مش كل الحالات التحكيميه الفار يتدخل اطلاقا، غير في الحالات احنا قلنا الفائته الغائبه الواضحه، دي مهمه جدا اللي الحكم ما بيشوفهاش، وبالتالي هنا الفار بيتدخل. خلينا نشوف التنفيذ هنا، ومهم جدا التنفيذ كابتن. احنا قلنا ساعه التسديد هنا، هؤلاء اللاعبين دول كلهم اي لاعب بيدخل يخترق هذه المنطقه هنا على حسب الكره. لو الراجل الاصفر هنا الانتاج دخل هنا ساعه التنفيذ والكره اتصدت من الحارس، هنا الحكم بيعيد مره ثانيه، انما لو جت هدف يبقى مفيش مشكله. شايف التنفيذ طبعا عاشور عنده قدره وعنده سيطره عن على منطقه الجزاء، وبالتالي هنا كان التنفيذ الى حد كبير كان التنفيذ. طيب لو لعيب من الاحمر هو اللي دخل والكره دخلت جول، بتعاد تاني بالظبط كده. ولو الاثنين دخلوا بتعاد، سواء دخلت كابتن ايمن انت كنت حكم اكيد طبعا، سواء دخلت او ما دخلتش بتعاد. ماشي كابتن، اوكي. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده المهمه. هنا في كتير جدا كابتن هنا رابط ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية، وحاول الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية اللي هي في عندنا consideration اللي هي الاعتبارات اتخاذ القرار، الحكم ما بيخش القرار اعتبارات. نشوف هنا كابتن هنا وضع الإيد كمدافع كابتن يوسف، وضع مدافع عادي طبيعي طبيعي، يعني أنا مش أنا هودي إيدي فين، يعني أنا بجري وفي منحركة، وبالتالي الإيد ما طلعتش ما خرجتش خارج نطاق الجسم، وبالتالي هنا وضع الإيد طبيعي، وكان قرار عاشور ممتاز في هذه الحالة. وهنا في الكوميونيكيشن سيستم هنا كابتن هنا الإيد ثابتة في الجنب صح، ما خرجتش مش زي بتاع يعني هنا هنا بص الإيد هنا، الإيد هنا كابتن هنا في الجنب ما خرجتش خارج نطاق الجسم، وبالتالي هنا ليس وجود لركلة جزاء لصالح الانتهاء. هو حاول يداري ايده كمان يا كابتن ايمن، صح، يعني هو حاول يداري ايده وراه صح. اوكي، دي الحالتين اللي بعض ممكن يقول لك اشمعنى الحكم حسب الاولانيه وما حسبش الثانيه. هنا كان بردك الفار ليه تدخل، وكان في تعاون كبير جدا ما بين الفار والحاله الثانيه. هنا طبعا ليس وجود لركله جزاء، وقلتين هنا قرار الحكم وقرار الفار كان قرار صحيح 100%. نروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا كابتن ايمن، الهدف الحكم المساعد هنا كان ممكن يرفع في لحظه ما هو رفع. الحكم المساعد هنا ايه بنقول له؟ ايه طالما في التقنيه موجوده كابتن ايمن كابتن يوسف، ايوه معاك، نقول له احتفظ بالقرار اللي انت خدته لحظه اللعب، سواء انت هترفع او مش هترفع، ايوه، واستنى لحد الهجمه ما ايه ما تتم، وبعد كده تشوف قرار الفار. هل الفار، لان الفار عنده الخطوط ويقدر ان هو يقدر يقول كان في تسلل او مش تسلل. هنا الحكم طبعا احتفظ بالقرار وبعد كده رفع، ولكن هنا الفار طبعا صحح للمخالفه، وهنا اعتبر هدف صحيح لنادي الانتاج. وده بردك لو التقنيه مش موجوده كان الحكم مساعد رفع وكان لغى هدف في المباراه. حالة بعد كده هنا بنتكلم على التهور الاهمال والتهور واستخدام القوه الزائده يا كابتن ايمن. كابتن يوسف انت كنت حضرتك مدافع، تاكلينج بنسبه 80% صعب انك تلعب الكوره، يعني اي لاعب يعمل تاكلينج صعب ان هو يروح يبقى مركز ان هو يلعب الكوره، وبالتالي يبقى في ريسك على اللاعب
في هذه الحاله هنا طبعا شايف ان هنا الدخول بالقدمين نقول دي مهاجمه، وفي القانون هنا اقصى درجات التهور، وهنا البطاقه الصفراء مستحقه في هذه الحاله. كلامنا لمروان يعني الكره لا تستدعي انك انت تاخد فيها انذار، دي في الثلث الدفاعي كابتن ايمن، يعني مش محتاجه انك انت ولا خطا تكتيكي ولا هتعطل بيه هجمه، وبالتالي هنا كان يجب انك انت تحلق او تحوز على اللعبه. نعدي هنا وستوب. دايما قلنا تمركز، من فضلك يا كابتن عادل انت حكم اقرا المباراه، لان من غير ما اقول انا هخش في محيط اللعب. طبعا عاشور بذل مجهود كبير جدا جدا، ولكن الحاجات دي احيانا بتعمل مشكله نفسيه للحكم في الملعب، ممكن تجيب جول وتبقى مشكله. لا، هو التعديل الجديد قال لك لو هتعمل مرتده تعمل اسقاط، ولكن انا بقول لعاشور من فضلك ابعد عن الدايره دي كلها وتعالى هنا، خلي اللعب كله كابتن ايمن في حوزتك مع الحكم المساعد. اوكي، نمر ونروح للحاله اللي بعديها. حالة من الحالات، يعني عاوز اقول اللي هي الحالات الصعبة جدا جدا جدا، وكان السؤال حضرتك سألتني سؤال مهم جدا في البداية، وقلت لي هل الفار يتدخل في الإنذار ولا في البطاقة الحمراء؟ أتمنى بس الكابتن علاء تكون معايا في اللعبة دي، اللعبة دي مهمة جدا جدا. هنروح المخرجين العظيم، نمشي ستوب، هرجع بس سنة بس صغيرة، ثبت الصورة. شوف يا كابتن هنا الرجل طالعة فين؟ ستارزات، الستارز دوت فيه مشكلة. طب خلي بالك الوجه ده منطقة حساسة جدا، منطقة حساسة. بالدخول ده كابتن أيمن، كابتن يوسف، في الوجه هنا ده طبقا للقانون بطاقة حمراء مباشرة. طبعا بطاقة حمراء مباشرة. ليه؟ مفيش لاعب أبدا بيلعب بهذا الوضعية، إن هو بيلعب ويرفع رجليه هو اعترض على الإنذار على فكرة. لا كابتن، أنا من هنا بقول يا كابتن أيمن، هنا لو احنا بنشتغل بالاعتبارات الكونسنتريشن، هنا الحاله بطاقه حمراء مباشره، واعتقد لو رجوع للفار هنا يمكن كان يجب، وقلنا الحالات الفار ايجابيه وحالات يمكن بعض الحالات السلبيه، كان يجب على الفار ان يتدخل في هذه الحاله كابتن علاء، لان هنا بتعتبر الوجه ده منطقه حساسه، وبالتالي هنا بطاقه حمراء مباشره. هنا بقول الفار كان يجب ان هو يرجع الحكم وبالتالي، ولكن بشكل عام يا كابتن ايمن جهد مشكور لهذه المباراه، الحالات كتيره والحكام كان على مستوى كويس، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نصحح اخطائنا ماتش ورا ماتش. شكرا دي كل الحالات يا كابتن ايمن، وبشكرك وبشكر كل الساده الضيوف. شكرا يا كابتن ناصر، الله يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن محمد يوسف، باقي يومين بس والنادي الاهلي عنده مباراه مع اسوان يوم الاثنين، يقدر ازاي مستر فايلر يعالج الاخطاء اللي كانت موجوده النهارده في خلال اليومين دول بس؟ دوت